ما عنديش طاقة أبص في ورقة، قول لي الملف اللي في إيدك ده فيه إيه؟ يا باشا مطلوب الموافقة على ترميم 3 كنائس في أسيوط، وعايزين يبنوا كنيسة جديدة في قرية تبع ديروت. طبعًا لو وافقنا الدنيا هتولع، ولو ما وافقناش برضه هتولع. دبرنا يا ريس. هو لو ربنا ياخد المسلمين على المسيحيين هنعيش إحنا آخر فل. الله الله، طب لو ربنا خدهم يا فندم هنشتغل على مين؟ ونحكم مين؟ عندك حق. طب نسليهم شوية يا حضرة الظابط. قول لي نعمل إيه وإحنا تحت أمرك؟ هنعمل لهم مشكلة. لا يفكروا لبونا جوامع ولا كنايس. مشكلة وتبقى أندر كنترول. حلها دايماً في إيدينا، نكبرها وقت ما إحنا عايزين ونصغرها وقت ما إحنا عايزين. أهم حاجة ما تفلتش عشان ما نروحش كلنا في داهية. سيادتك أستاذنا وإحنا بنتعلم منه. علمني يا باشا. مصدري بني خاطر قال لي إن الخنازير نقلوها زرايب الدير. أنا مش غبي. عايز أفهم. هنلعب في الدير يا حضرة الظابط. أنا لو جيت الواد الصغير انفلونزا الخنازير دي مش هقدر عالجه، كفاية عليا مصاريف الدروس الخصوصية بتاع الواد الكبير. فلوس إيه؟ يحرق أبو الفلوس، يعني إحنا كنا هنخلف العيال ونكبرها عشان تمشي الحلالي فتموتها. ما تقلقوش، إحنا مش هنمشي من قدام الدير غير لما نرسى على بر، بس أنت أول ما الحكومة تاجي ما تخافوش. والحكومة هتمشينا ليه؟ هي ملهاش عيال تخاف عليها زينا ولا قطعة الخلف؟ الله ينور عليك، بس الحكومة مش هترضى بالوضع، مش قادرة تتكلم، يبقى نتكلم احنا. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. 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 في ايه؟ مين الناس اللي تحت دول؟ المسلمين جايين يفتشوا الدير عشان الخنازير. خنازير؟ خنازير ايه؟ وايه علاقة الخنازير بالدير؟ هنعمل ايه؟ ابونا بيعمل اتصالات. يا سيادة الله، واللي بيحصل ده كارثة، وكل اللي في الدير على اتم استعداد يستشهدوا في الدفاع عنه. اهدى ازاي يا فندم وفي لا يقل عن 200 واحد بره الدير محاصرنا وعايزين يقتحمونا؟ ازاي يا فندم؟ انا عارفة ان قداسة تكلمك، بس أنا بعتبر مكالمة لحضرتك دي بلاغ رسمي. خلاص يا فندم، هنشوف هنشوف يا سعادة اللواء، هنشوف. مع السلامة. أنا أول واحدة مستعدة أموت ومحدش يجي جنب الدير. أكيد عيلة الخواطر هما اللي حرضوا البلد، البلد دي ما بتتحركش من غيرهم. ربنا موجود، إحنا نستنى الأمن أحسن، إحنا عمرنا ما كنا بتوع عنف. لكن الدفاع عن النفس حق مشروع، مش معقول هنحط إيدينا على خدنا ونستنى لحد ما يقتحموا الدير ويقتلونا. في واحدة راهبة سمعت محامي اسمه ممدوح فوزي مسيحي كان بيقول إن هو حذر الدير بالهجوم ده لأنه كان متوقعه، إزاي ما خدناش بالنا بالتحذير ده؟ يا تريز يا بنتي، الموضوع معقد أكتر مما تتخيلي. ربنا موجود. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. منين عملت ايه؟ الحمد لله عكيت شويه في السؤال الاجباري، صعب قوي. كل الدفعه عكت في السؤال الاجباري، اكيد الدكتور هيراعي دوت في التصحيح يا رب. طب وانت عملت ايه؟ تقلقيش عليا، انا مش ناوي يعني على تقديرات كبيره، كل اللي يهمني اني اتخرج عشان ابدا الجزء المهم في حياتي. ربنا يوفقك. ما قلتليش الاستاذ حسن رايه فيا ايه؟ عجبته يعني ولا كان عايز لك عريس من مصر؟ لا 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 خالص، بالعكس قال عليك طيب وابن حلال. طب الحمد لله. انا ناوي ان شاء الله بعد الامتحانات هسافر البلد، هجيب اهلي عشان يقعدوا مع الاستاذ حسن ويتناقشوا في التفاصيل بتاعه الجواز. اه طبعا لازم طبعا يتناقشوا مع بعض في التفاصيل، ونشوف بقى اهلك عايزيننا نجيب ايه من الجهاز وكده. جهاز ايه؟ الجهاز بتاع العروسة. ما هو اكيد في تفاصيل كتير جدا لازم نتكلم فيها، بس نخلي اهلينا بقى هما اللي يتكلموا. هو انت يعني مفيش فرصة انك ترجع تفكر تاني في انك بعد ما تتخرج تستقر في مصر؟ خديجة، انا قلت للجبل كده ان ده ما ينفعش. اهلي مستنيني اليوم اللي اتخرج فيه عشان اعيش وسطيهم. وبعدين بصراحة ما يصحش ان كل واحد يجي يتعلم في مصر يسيب بلده ويعيش هنا.
عندك حق، وانا على فكرة معجبة بقرارك ده جدا، بس انا بصراحة خايف. خايف من ايه؟ خايف بعد الجواز تفتح معايا الموضوع ده تاني. يا خديجة انا وحيد اهلي وابويا ملوش غيري، عايزك تبقي فاهمة ده كويس. ما تخافش. تعرفي اول ما اوصل البيت هتوضى واصلي ركعتين شكر لله عشان ربنا قسمني ليكي. يا ندى الولد عنده اللوز وهي اللي مسخناه، ما تقلقيش. روح انت بس للدكتور وانا هتابعكم. بقول لك الولد مش حاسس باي الم في زوره، انا خايف عليه قوي يا سلطان. يا حبيبتي ما تقلقيش. طب انا 10 دقايق بالظبط وهكلمك عشان مشغول شويه. هتنسى كالعاده، انا رايحه لوحدي مش عارفه اعمل ايه. يوه يا حبيبتي هكلمك والله، هرجع اكلمك بعد شويه صغيرين. يلا باي باي، مع السلامه. وحشتنا يا ابو خالو. خلاص يا عمنا، عرفنا ان انت بقيت صعيدي اصلي، ولا عشان اعمل لي قهوه حلوه هتخلع لي كتفي؟ والله يا حازم متقطع، عامل زي اللي راسه على السلم. ال 24 ساعه لا عارف اعيش صعيدي ولا عارف اعيش قاهري. لو شفتني وانا بتعامل مع الصعايده هتموت من الضحك. عارف يا سلطان، لو معاك مراتك وابنك هنا متهيألي الحياه هتبقى مختلفه شويه. مراتي يا سيدي مش عايزه تيجي، اهلها في مصر زي ما انت عارف، ومدرسه الولد. الموضوع ملعبك يا ابو خالو. مش جو جديها يا ابو خالو، انت برضو عامل شغل كويس هنا، وكل اللي في الجهاز بيتكلموا عن مجهوداتك اللي هنا. من الاخر كده يا باشا مسيطر بجد. حازم بجد، احنا اي نعم اصحاب ودفعه واحده، بس انت عارف ما بهركش في الشغل، وكل اللي بقوله لك بجد. طب يا اخي قدروني وينقلوني على مصر، على الاقل اقعد جنب مراتي وابني. الموضوع ده تعبني قوي يا حازم. ما تقلقش يا سلطان، هاني والحركه قربت، وانت السيده اللي عارفين اللي هو عناني بيحبك، وممكن يجيبك جنبه في مصر. يا ريت والله، عشان انا بتقطع يا حزوم. مش عايز اقول لك حياتي كلها هنا اتحولت لصراعات وخلافات ودبش وحاجه نيله. الملف اللي انا شغال عليه تقيل قوي. انا عارف يا سلطان، وبمناسبه الملف ده كنت عايز اقول لك كلمه كده. 10 يا معلم. انت عارف يا سلطان، موضوع الفتنه الطائفيه ده موضوع عامل زي حقل الالغام، يعني لازم تبص مطرح ما تحط رجليك قبل ما تحطها. دي تنبيهات ولا صحوبيه؟ انت عارف ان انت غالي عندي يا سلطان، صحوبيه طبعا. طمنتني. اصل الجماعه في مصر مش فاهمين ان الصعيد هنا ليه وضع خاص. الموضوع يبان زي سطح البحر بيلمع وهادي، لكن تحت منه براكين لما تنفجر يا معلم تاخد الكل في وشها. كلامك ده مقلق، انت كده قلقتني على البلد كلها مش على الصعيد بس. حاكم انت عارف الفتنه دي عامله زي الفيروس، بتتنقل عن طريق الهواء. يا سلام عليك يا حازم، طول عمرك تقول المختصر المفيد. فعلا الفتنه الطائفيه زي العدو، وعلشان تسيطر عليها لازم تلعب معاه، لازم طرف الخيط واخره يبقى في ايديك، والا البلد هتولع. كده انا مطمن عليك، وانت قدها وقدود يا سلطان. سلطان قلب الاسد يا معلم. ماشي يا معلم.